خلينا برانم بيوتني مبشيرين ببنى بمعي صواب ونوتي ونونوت أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى أبد الأبدين كلها أمين. أهلا بكم أحبائنا في حلقتنا أزواج وأصدقاء وأسرتي أيقونة في الكنيسة. العلاقة بين الزوجين لما تكون مبنية على صداقة، الصداقة دي بتثري المحبة والعلاقة الزوجية والأسرة كلها. ومن النقط المهمة جدا في العلاقة بين الزوجين والصداقة صفات الصداقة الحقيقية. الأصدقاء الحقيقيين بينهم تواصل منتظم دايما، كل يوم والتاني في تواصل مفتوح وبيزيد، في كمان استعداد لكل واحد يسند الآخر ويقف جنبه ويفهمه ويقرأ أفكاره، وأيضا يكون في معرفة للحدود في التداخل بيننا وبين بعض. الكتاب المقدس أشار لصفة جميلة جدا في الصداقة تنطبق على العلاقة في الأسرة بين الزوجين، وهي في سفر يشوع ابن سيراخ لما بيقول كده: لا تقاطع الصديق القديم فإن الحديث لا يماثله. الحديث بين الزوجين المبنيين على الصداقة لا يوجد أفضل منه، لأنه حديث متواصل مبني على اشتياق. الأصدقاء بيبقوا مشتاقين يشوفوا بعض ويتقابلوا مع بعض، بنشوفها دي في كل حتة. ولما صديق أو صديقة، اتنين أصدقاء أو اتنين صديقات بيتصلوا ببعض وعاوزين يتقابلوا، يبقى كل واحد فيهم عاوز مستعد ومنشغل ومهتم بأنه يروح يقابل صديقه أو يقابل صديقتها. التواصل المنتظم في الأسرة مهم، بحيث أنه دايما في حوار كل يوم على الحاجات الصغيرة والحاجات الكبيرة، الحاجات المهمة والحاجات التي نظن أنها مش مهمة أيضا، لأن أحيانا بيبقى في طرف فاكر أن الحكاية دي مش مهمة، ما مش مهم يقول لشريك حياته عليها. لا، التواصل منتظم، عشان كده بيقول لا تقاطع صديقك القديم. حتى يمكن هنا يعني نستأذن الوحي المقدس ونقول لا تقاطع شريك حياتك، فإن الحديث لا يماثله، من سفر يشوع بن سيراخ. هذا الحوار المتواصل بيجعل كل طرف منهم مستعد انه يسند الاخر في وقت ضيقه وفي وقت تعبه. وايضا سفر يشوع بن سيراخ بيفكرنا بالحكايه دي، يقول ايه: الصديق الامين دواء للحياه، والذين يتقون الرب يجدونهم. فاحنا محتاجين في الاسره امانه في الصداقه، كل واحد يشعر بامانه الاخر نحن، وده بيسميها كتاب مقدس هنا دواء للحياة، اطمئنان، سلام، شعور بالأمان منا ومن بعض، شعور بأن شريك حياتي هيسندني في كل وقت، وشعور بأني أستطيع دايما أن أسنده بكل طاقتي في كل وقت. في وقت الضيق بيكون كل واحد فيهم قريب من الصديق بتاعه. وأيضا يقول سفر يشوع بن سيراخ في هذا المعنى: رب صاحب يتنعم مع صديقه في السراء، وعند الضراء يضحى له عدوا. وهنا كأنه بيحذرنا من هذا النوع من الصداقة اللي يعتبر صداقة ايه؟ منفعة. في الأوقات الداخلية، في أوقات الألم، يجد كل زوج زوجته جنبه تسنده، وكل زوجة زوجها بجوارها يحميها ويسندها ويرشدها. في كل الظروف، مادية، صحية، ظروف عامة، ظروف استثنائية، لأنه كمان الصديق الحقيقي والصداقة الحقيقية بين الزوجين بتجعل كل واحد منهم يقرأ أفكار الآخر. في تعبير حلو عندنا في يعني الثقافة المصرية والقبطية، إن أي زوجين بعد ما بيكبروا كده في السن ملامحهم حتى بتتقارب، يقولوا انتوا بيتوا كأنكوا اخوات، لأنه بيشعروا بالوحدانية، مما يؤثر على نظراتهم، على ابتسامتهم، على طريقة تفكيرهم، على ايه الحاجات اللي بتتعجبوا منها وايه الحاجات اللي بتضايقوا منها. فنجد ملامح
الوجه تتقارب، لأن كلنا بنشعر ببعض وبنقرأ أفكار بعض وبنحس ببعض ولينا نفس الفكر ونفس أيضا من أجمل صفات العلاقة الزوجية أن كل واحد بيعرف حدوده. إذا الزوج وجد أن زوجته مثلا بتتعامل مع أسرتها في شيء كده يخص العيلة ما يتدخلش، ليه نصيحة يقولها لها وهي حرة تتصرف مع أسرتها بما يوافق ضميرها وبما لا يؤثر على علاقتها بأسرتها هي الشخصية. التعامل مع العائلة مهم، لكن لا نجعله يتدخل في حياتنا الشخصية أو حياتنا الأسرية. وكذلك الزوج يستطيع أن يتعامل مع الكل، مع أصدقائه، مع أقاربه، في كل أمور تخصهم، بس يحمي أسرته من هذه الأمور، والزوجة تعرف حدودها، لو ليها رأي تقوله له كنصيحة وكفاية، لكن لا يفرض أحد على الآخر رأيه أو فكره في العلاقات الأخرى. عشان كده يقول أيضا سفر الأمثال: من أحب طهارة القلب فلنعمة شفتيه يكون الملك صديقه. الشفتين لما تتكلم في أي أمر بالنعمة تعرف الحدود، تعرف ما يقال وما لا يقال، ما نتدخل فيه وما لا نتدخل فيه. الصداقة بين الزوجين أو الزوجين الأصدقاء متواصلين بانتظام، مستعدين يقفوا جنب بعض، يفهموا بعض، وأيضا يعرفوا الحدود بينهم بعض. هذه هي صورة الزوجين الأصدقاء. ربنا يعطينا روح الصداقة في حياتنا الأسرية، ولإلهنا المجد دايما أبديا آمين.